لمزيد من تطورات الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من الصف من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي السيد محمود خلوف، وكما ينضم إلينا من إسطنبول السيد إياد جبر الباحث في مركز أبعاد الدراسات. أبدأ معك أستاذ محمود، يعني من جديد يتجدد الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، لكن المقترح هذه المرة إسرائيلي وإن كان بلسان أمريكي، كيف تقرأ هذا المقترح والذي يعني تبناه وأعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ الإشكالية أن هذا المقترح إسرائيلي وبهندسة إسرائيلية، ما يعني أننا نترقب وأننا نتعامل مع الأمور بحذر، وأن بايدن هو عمليا قد قام بخطوة اعتبرت إسرائيليا وبالذات من قبل أقطاب في الليكود عن أنها تسريب مجرى ما يتم الحديث عنه أمريكيا وإسرائيليا، وأن هذا جزء من أسرار خطط مجلس الحرب. هذه إشكالية حقيقية، نحن نتفهم ردود أفعال القيادة الفلسطينية وحركة حماس، لأن اليد لا ليس بمقدورها أن تقاوم مخرج، وبالذات أمام هذا الوضع غير المبرر عربيا من حالة الخنوع الراهنة وحالة الخذلان، وفي ظل هذا العدد الهائل من الشهداء والنزوح والإشكاليات الإنسانية الضخمة والتي نجدها من خلال هذا العدد الكبير جدا، من خلال الأطفال الذين يموتون جوعا والذين يتم تناقل صورهم عبر وكالات الأنباء الدولية دون أن يقابل ذلك بتحريك ساكن على مستوى الجامعات والشوارع العربية. إذا ما نظرنا إلى الحالة الموجودة في إسبانيا وفي أمريكا مثلا، الشعب الفلسطيني حقيقة أمام حالة استنزاف، عندما نتحدث عن 38 ألف شهيد ونتحدث عن 82 ألف جريح، هذه إشكالية ضخمة جدا، ولهذا السبب يتم التفكير بأي آلية تضمن وقف هذا الإجرام بنوع من الواقعية والهدوء، ونتيجة كل عملية حسابية مقدار ما يكسب الشعب الفلسطيني وما يخسره. ونحن أمام وضع لسنا بواقع أن نخسر أمريكا التي عمليا بدأت خطواتها تتحسن نوعا ما بتهديد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والأهم من كل ذلك انتفاضة الجامعات. ولهذا السبب وجدنا هذا الصوت الهادئ من قبل حماس ومن قبل فتح ومن قبل السلطة، وأنا أتفهم موقف الجهاد الإسلامي الذي فيه نوع من التحفظ الضمني غير المعلن، والذي فيه نوع من عدم التسليم بأن كل ما يبذل هو ينم عن نوايا صادقة سواء من قبل أمريكا أو إسرائيل. أنا حقيقة أميل للاعتقاد بأن إسرائيل ليست معنية بتنفيذ المرحلة الثالثة، وبالذات أن هيئة البث الإسرائيلية في خبر عاجل قبل قليل قالت أن إسرائيل ستراقب المشهد، وأنها إذا ما اقتنعت بأن حماس غير جادة بتنفيذ بنود الصفقة فإنها ستبدأ بالعمليات من جانب واحد. هذه إشكاليات تظهر سوء نوايا وتظهر أن إسرائيل عمليا تسعى لترحيل أزماتها الداخلية في ظل حالة الانقسام الغير المسبوقة إلينا نحن أبناء الشعب الفلسطيني من خلال هذا العدوان المتصاعد، والشعب الفلسطيني يدفع فاتورة حساب عسيرة وكبيرة جدا بسبب الحالة الراهنة في إسرائيل وبسبب حالة الفوبيا وبسبب هذا الفشل الأمني الكبير في 7 أكتوبر. رئيس هيئة الأركان ووزير الجيش ورئيس الوزراء في إسرائيل ووزير الأمن القومي ووزير المالية كلهم يتحملون ما حصل في 7 أكتوبر على الأقل من قبل الإسرائيليين، وهم يسعون لمحاولة الوصول إلى انتصار، وهذا الانتصار بنظرهم لن يتحقق إلا بالإبادة الجماعية، وهذا ما يدفع باتجاه أن نفكر نحن أبناء الشعب الفلسطيني بأهمية تقليل الخسائر، لأننا أمام عدو لا يفهم لا الرأفة ولا الإنسانية ولا يحترم لا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني. نعم، ابقوا معي أستاذ محمود خلوف. أستاذ إياد جبر، يعني من جديد، يعني برغم أن المقترح هو مقترح إسرائيلي، إلا أن نتنياهو يتحدث وكأنه مقترح من الوسطاء ويؤكد أنه لن يقبل بأي تحقيق أهداف، لن يقبل سوى بتحقيق أهداف الحرب، أهداف إسرائيل بالقضاء على حركة حماس. بماذا تصف تصريحات كل من بايدن ونتنياهو بشأن مقترح وقف إطلاق النار؟
نعم أخي الكريم، تحية لكم ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. بالنسبة لتصريح الرئيس الأمريكي بايدن أمس حول التوصل إلى اتفاق تبادل وتهدئة مع المقاومة في قطاع غزة، أعتقد أن الرئيس الأمريكي اقتربت موعد الانتخابات وهو يدرك تماما أن عليه ضغوط كبيرة، خاصة وأن نتحدث عن 6 ولايات غير قادرة على تحقيق الانتصار فيها أمام ترامب. لذلك هذا المقترح يأتي في سياق الفشل الأمريكي، فشل إدارة بايدن خلال عام 2024 على أقل تقدير في الكثير من القضايا والملفات في السياسة الخارجية، منها الحالة الفلسطينية أو الصراع العربي الفلسطيني، منها علاقاته المختلفة مع الأطراف المختلفة في المنطقة، منها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فهنالك بالإضافة إلى مسألة تايوان والصين، فهنالك الكثير من الفشل على مستوى إدارة السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن. بايدن يحاول أن يقدم صفقة للداخل الأمريكي على مستوى السياسة الخارجية، خاصة وأنه يربط بين اتفاق التهدئة في قطاع غزة وبين التبليع العربي أو السعودي الصهيوني، بمعنى أنه يحاول أن يجد أو يقدم للداخل الأمريكي أنه فعل شيء قبل أشهر قليلة على الانتخابات على مستوى العلاقة مع الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت يحاول أن يخاطب القادة أو من هم حول نتنياهو من الأقل تطرفا، وخصوصا إيجانتس وأزنكوت والكثير من القيادات الرافضة لسلوك نتنياهو والمتطرفين، بمعنى وأنه يحاول كأنه يحاول أن يقول أن يدفع بهم من أجل الضغط على نتنياهو، خاصة وأن المؤسسة الأمنية داخل الكيان الصهيوني تدرك تماما أن الاحتلال منذ 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة لم يحقق أي إنجاز على هذا المستوى، لم يحقق أي انتصار استراتيجي على حساب المقاومة، لم حتى يصل حسب ورقة طرحها منذ أيام قليلة جون مرشايمر الكاتب المعروف الأمريكي المتخصص في العلاقات الدولية والذي له كتابات حول الوجود الصهيوني في أمريكا، تحدث بشكل واضح عن أن دولة الاحتلال أو الكيان الصهيوني يحاول أن ينتقل من مرحلة الفصل العنصري إلى مرحلة التطهير العرقي، وهذه هي هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تحاول إدارة نتنياهو الوصول إليه، وبالتالي نتنياهو وإدارته يرفضوا بشكل واضح الطرح الأمريكي، لأن هذا الطرح سوف يكون هو نهايتهم السياسية، وهذا في اعتقادي مرفوض بالنسبة لإدارة نتنياهو، وتحدث بشكل واضح. لكن على الرغم من ذلك إلا أن هنالك الكثير من الإشكاليات داخل الكيان الصهيوني تتعلق، مثلا آخر استطلاع رأي كان هنالك أكثر من 60% من الإسرائيليين يتحدثوا عن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع المقاومة حول الأسرى حتى لو تسبب ذلك في إنهاء الحرب بشكل كامل. هذا الكلام أو هذا الأمر وهذا الاستطلاع لم يكن موجود منذ أشهر قليلة، فكان تمسك بالصفقة الأسرى ولكن مع استمرار الحرب على مستوى الرأي العام داخل الكيان. أما في بداية الحرب أو في بداية الأسابيع الأولى كان هنالك رفض للصفقة ورفض لوقف الحرب، بالتالي هناك تحول داخلي على مستوى الكيان الصهيوني على مستوى الرأي العام. هذا التحول لا يصب في مصلحة ولذلك يدرك أيضا بايدن هذه المسألة ويحاول من جانبه الضغط على إدارة نتنياهو بطريقة يعني توصل المسألة إلى حل سياسي مع المقاومة الفلسطينية، حتى لو كان هذا الحل السياسي على حساب أستاذ إياد، لكنه يخدم بايدن على مستوى الداخل وسياسة الخارجية. ابقى معي أستاذ إياد لو سمحت في نقطة، يعني فيما يتعلق بالأمم المتحدة. أستاذ محمود أعود إليك مرة أخرى، يعني الأمم المتحدة تقول إن الحياة في جنوب غزة مروعة بسبب الهجوم على رفح، وأن النزوح من رفح بات تجربة رهيبة ومخيفة. إلى متى تظل المنظمة الأممية يعني تكتفي بتوصيف ما يجري في غزة؟ نحن كلنا نعلم ما يجري في غزة. المنظمة الأممية يعني ألا تملك الأمم المتحدة من آليات أخرى غير التوصيف؟ ألا يمكنها كبح جماح الاحتلال، أم هذا ليس من وظيفتها؟ أن تحترم هيبتها، لأننا عندما نتحدث عن أن إسرائيل خلال هذا العدوان قصفت 350 مقرا أمميا في قطاع غزة،
وعندما نتحدث عن قيام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قبل حوالي 3 أسابيع بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، يفترض بأن تنتفض الأمم المتحدة احتراما لمكانتها وهيبتها، ولكن كل ما يحدث هو انعكاس لاختلال موازين، لأنه عندما تم صياغة أفكار ومنطلقات المنظمة الدولية كانت الهيمنة للدول المنتصرة، الدول الأعضاء دائمة العضوية، وكان القرار الأساسي لمجلس الأمن، ومجلس الأمن هو يتم السيطرة عليه من قبل بريطانيا وأمريكا وحلفاء إسرائيل، فهذا يجعل موضوع إحداث اختراق على صعيد لجم إسرائيل خلال مجلس الأمن أمر صعب جدا. ولكن هناك تقصير كبير جدا، لماذا لا تدعو الأمم المتحدة الجمعية العامة للالتئام تحت بند متفقون أو منتصرون للأمن، هناك للسلم والأمن، هناك تجربة سابقة حدثت أن المنظمة الأممية دعت جميع الدول تحت شعار أن الأمن والسلام الدوليين يهددان، وهذا هو أصلا ما يبرر وجود المنظمة الدولية وما يبرر وجود مجلس الأمن. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كان الشعار المرفوع أن المنظمة الدولية يراد منها عدم تكرار الويلات وعدم تكرار الحروب. ما يحدث الآن في فلسطين وفي غزة عمليا يلقي بظلاله على الأمن والسلام الدوليين، بالنظر إلى الفكر الإسرائيلي والبريطاني وكل من يدعمون إسرائيل. عندما كانوا يوصفون حالة الجماعات المتطرفة بوصفهم والجماعات المسلحة سواء في العراق، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في مناطق أخرى في مصر، كانوا يتحدثون عن أن الفقر وأن المجاعة وأن الحرمان هي بيئة خصبة من أجل نشاط هذه الجماعات. أليست فلسطين في ظل المجاعة والتدمير والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني هي بيئة مناسبة لردات فعل قد تلقي بظلالها على أمريكا وأنصار إسرائيل وعلى إسرائيل نفسها؟ هذه عبارة عن أسئلة منطقية يجب أن يتم النظر فيها، لأنه لا يجوز أن يختلف وصف الحالة في فلسطين عندما يتم الحديث عن البيئة المناسبة لما يصفونه بالإرهاب. وهنا أشدد على أهمية الفصل بين النضال الفلسطيني المشروع والمدعوم بالقانون الدولي وبين ما يتم وصفه في الإرهاب، لأن هناك فرق بين الإرهاب وبين النضال المشروع من أجل الانعتاق من الاحتلال. إذن نحن أمام أزمة ضمير، ونحن أمام وضع معايير فقط على مقاس إسرائيل التي تتصرف بأنها دولة فوق الأمم المتحدة وفوق القانون وفوق القانون الدولي الإنساني. وحتى في مواقف كثيرة كانت تتصرف بأنها أهم من أمريكا، وهذا يتطلب، وهذا ما دفع 19 برلمانيا أمريكيا للقول يكفي ويكفي ويكفي. واضح. شكرا أستاذ محمود. أستاذ أياد، أخيرا يعني فيما يتعلق ب حركة حماس، قالت أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنته أو تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوة لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الاحتلال من غزة. هل تعتقد أو إلى أي مدى تعتقد أن ذلك ربما مؤشرا على قبول الحركة للمقترح؟ أعتقد أخي الكريم أن المقترح يأتي في وقت متأخر من الجانب الأمريكي بعد 8 أشهر من الحرب، وهذا الوقت، أهمية الوقت في نجاح هذا المقترح من عدمه يكمن في مستوى الضغوط أو مستوى الأوراق التي يمكن للإدارة الأمريكية والاحتلال أن يمتلكها للضغط على المقاومة الفلسطينية. أعتقد أن هذه الأوراق فقدت بدخول الاحتلال لكافة المناطق في قطاع غزة، لم يعد هنالك للمقاومة شيء يمكن أن تخسره خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة. فبالتالي قلنا في أوراق مختلفة أن يعني مع الوقت وخلال المرحلة المقبلة سوف يعني تتمسك المقاومة أكثر بمطالبها، لأنها الطرف الآخر فقد كافة الأوراق التي كان يمتلكها كأوراق ضغط على المقاومة. لذلك أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين، النقطة الأولى متعلقة باستمرار الحرب من عدمها أو وقف الحرب، والنقطة الأخرى متعلقة بالمراحل، بمعنى أن المقترحات التي طرحت مقترحات هي مقترحات إطارية، بمعنى أنها لا يوجد فيها الكثير من التفاصيل. لذلك من الطبيعي حركة حماس التي تتصرف بشيء كبير من الدبلوماسية غير معهود عنها في الجولات السابقة أو في الحروب السابقة، حركة حماس تتعامل مع الموقف بشكل
يعني بشكل جيد ومختلف تماما من حيث البعد الدبلوماسي، لا ترفض شيء، دائما تحاول أن تتعاطى مع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل إيجابي، وهذا ما يضع دائما الكرة في ملعب الاحتلال. فبالتالي يظهر الاحتلال أمام الرأي العام العالمي هو من يرفض وهو المتشدد في الطرح. لذلك أعتقد أن هناك نقطتين، هذه النقطتين تتلخصان في أن هذه الصفقة أو هذا الطرح الأمريكي هو طرح إطاري يحتاج إلى الكثير من التفاصيل. هذه التفاصيل يمكن أن تأخذ على الأقل تقدير من أسبوع إلى أسبوعين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحكومة القطرية كانت قد قدمت المقترح أمس لقيادة حماس، وأعتقد أن الأطراف الإقليمية الآن تنتظر رد حركة حماس، وأعتقد الرد سوف يكون أكثر تركيزا على التفاصيل هذا الاتفاق. ما هي المرحلة الأولى، ما هي تفاصيلها، ما هو المدى الزمني لها، ما هي الضمانات؟ يعني في الطرح الأمريكي لا يوجد ضمانات، في طرح بايدن أين هي الضمانات، متى سوف تنتهي الحرب؟ هناك فرق بين وقف الحرب لمدة معينة أو استمرارها أو وقفها بشكل كامل، وهذا ما تحتاجه المقاومة أو تركز عليه، وهذا ما قبلته في القاهرة سابقا قبل نحو 3 أسابيع. فبالتالي هذا هاتين النقطتين الاحتلال يحاول أن يتنصل منهما بالتركيز على صفقة الأسرى فقط، دون الحديث بشكل واضح وصريح عن موضوع إنهاء الحرب والخروج بشكل كامل من قطاع غزة، خاصة وأن العمليات الميدانية والتحرك الميداني الصهيوني في قطاع غزة الآن يركز على منطقة مثلا ميناء الأمريكي أو الميناء الإنساني الذي يطلق عليه الميناء الإنساني وسط قطاع غزة. هذه المنطقة الاحتلال يقوم بإنشاء العديد من المنشآت ويثبت وجوده فيها، فبالتالي كيف يتم التفاوض والبحث عن خروج كامل من قطاع غزة في حين أن ما يشاهد هذه المناطق هذه المنطقة يلاحظ أن الاحتلال يحاول أن يتمركز في غزة في قطاع غزة لسنوات طويلة لاحقا. نعم، وضحت الصورة. تحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وربما على أقل تقدير حماس سوف ترد بعد أسبوع غالبا يعني أو أكثر قليلا يعني. شكرا جزيلا أستاذ إياد جبر الباحث في مركز أبعاد الدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، وشكرا جزيلا أستاذ محمود خلوف الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من الضفة الغربية.